اغرب انواع الدايت اللي اتبعها العديد من المشاهير وعلى راسهم مادونا واللي بيخسس كيلو يوميا. عايزين تعرفوه؟ يلا بينا. ببتدي الوجبة بتاعتي. الله الله. دكتور بتعمل ايه؟ دكتور عماد ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا اخي اذكر بقى، هي ناقصة ملح شوية. دكتور عماد ممكن اعرف انت بتعمل ايه؟ يا اخي اصبر بقى. ده انت بتاكل هوا يا دكتور. ايوه، ما هو ده رجيم الهوا. رجيم الهوا ده هو الرجيم اللي تبعته الشهيرة مادونا وعديد كتير ناس كتيرة جدا من الفنانات والفنانين عشان ينقصوا في الأسبوع من 5 ل 10 كيلو. رجيم سريع جدا، بيفضلوا طول اليوم يا إما بيعملوا أكل ويقعدوا يشموا ريحته بس عشان يحييهم إن هما بياكلوا، أو بياكلوا هوا زي ما أنتوا شفتوا كده بالظبط. الحقيقة إن الرجيم ده ما فيهوش أكل خالص، بيعتمد على السوائل، وكانوا بياخدوا فيه المية يحطوا عليها ملح عشان بس الهبوط ما يحصل لهمش هبوط، لأن زي ما إحنا عارفين لما بنقلل الأكل بينزل الأملاح من جسمنا وممكن يحصل هبوط في الدورة الدموية. وفعلا كانوا بيخسوا، بيحققوا أرقام سريعة جدا، لكن المشكلة إن هما لما بيبطلوا الرجيم ده بيرجعوا يزيدوا تاني. الرجيم ده مش صحي على الاطلاق، رجيم قد يؤدي الى الوفاه في حالات حدوث هبوط حاد في الدوره الدمويه، لانه بيتم بدون استشاره الطبيب، وده رجيم غير علمي وغير مبني على اساس علمي، وده يعتبر واحده من اشهر واغرب انواع الدايتات او الدايتس يعني اللي اتبعوا العديد من المشاهير. عايزين تعرفوا انواع اخرى؟ شاركونا في الكومنتات وعرفونا ايه اغرب الدايت اللي انت شفته، وايه اغرب انواع الدايت اللي انت رحت للدكتور قدمه لك. عرفونا في الكومنتات. السلام عليكم.